أهلا بكم. أعادت الحرب الروسية الأوكرانية تسليط الضوء مجددا على ازدواجية المعايير الغربية وعنصريتها، إذ يرفع اليوم هذا الغرب عنوان السيادة والوحدة الترابية لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، وهو الذي داس كل مواثيق الأمم المتحدة في احتلال العراق وأفغانستان وغيرها من البلدان الأخرى. وطيلة عقود من الانتهاكات الغربية تجاهل الإعلام الغربي جرائم الحروب في العراق وفلسطين وسوريا وغيرها، بينما هو الآن يذرف الدموع على ما يجري في أوكرانيا، إذ أصبح تفجير الجنود الأوكرانيين أنفسهم على الحشود العسكرية الروسية بطولة عظيمة وملهمة، بينما هو إرهاب مطارد يجب محاربته في بقاع أخرى خضعت للاحتلال. وبسرعة البرق تحركت محكمة الجنايات الدولية بعد 4 أيام فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين انتهت شكاوى العراق وفلسطين وغيرها الموثقة ضد الجرائم الأمريكية والصهيونية في سلة المهملات الغربية. وهكذا برهنت الحرب الروسية في أوكرانيا مرة أخرى أن كل تدخلات الغرب كانت حربا في سياق الهيمنة على الشعوب، باعتبارها شعوبا متوحشة ومتخلفة ولا ضير في أن تكون بلادها ساحات للحرب والصراع وفق المنطق الغربي. افتضاح النفاق الغربي ومعاييره الإنسانية المزدوجة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو صاحب السجل أي هذا الغرب المكتظ بالجرائم ضد الإنسانية في العراق وغيره، هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل كشفت الحرب في أوكرانيا النفاق الغربي ومعاييره المزدوجة وتعامله مع الشعوب بتحيز وعنصرية وفوقية، أم أنها أعادت فضح المفضوح ليس إلا؟ وهل يمكن النظر باحترام إلى الدول التي ترفض العدوان على شعب لمجرد أنهم من البيض، بينما تتجاهل مآسي بقية الشعوب الأخرى الرازحة تحت الاحتلال؟ وهل يعتقد الغرب أنه سيقنع الرأي العام العالمي بإنسانيته واحترام خيارات الشعوب وإراداتها بعد تأييده الشعب الأوكراني ضد الغزو الروسي؟ ولماذا أصبح فجأة التصدي الأوكراني للغزو الأمريكي بطولة ملهمة، بينما مقاومة شعوب أخرى ضد الاحتلالات العسكرية الأجنبية إرهابا مطاردا وتدمير مدنه واجبا؟ ألم تكن أمريكا التي تتحدث الآن عن حق الشعوب في الحرية والديمقراطية ورفض العدوان الأجنبي هي من غزت ودمرت العراق عام 2003؟ ضيف الطاولة مثنى حارث الضاري رافع الفلاحي. حرب في أوكرانيا وحروب في الشرق الأوسط، ملايين المهجرين من هنا وهناك، صدم العالم المتمدن في ناحية وفي أخرى تقمص دور المصدوم. كان ذلك يقال عن الازدواجية الدولية وخصوصا الغربية في التعامل مع قضية الإنسان بناء على عرقه ودينه، لتأتي الحرب الأوكرانية وتؤكد هذه المسألة وتعري حقيقة شعار الإنسان أولاً الذي قال الغرب إنه من أولويات ديمقراطيته. أوكرانيا متحضرة نسبياً مقارنة بأفغانستان والعراق، والأوكرانيون ليسوا من اللاجئين الذين اعتدنا عليهم وسنرحب بهم، وهؤلاء أوروبيون وأذكياء ومتعلمون ولا يملكون ماضياً إرهابياً. كل هذه العبارات صدرت من وسائل إعلام غربية تتحدث عن القضية الأوكرانية على سبيل المقارنة والازدراء للاجئين العرب والمسلمين، بل حتى على مستوى الحقوق والتعامل كان هناك تمييز واضح للاجئين الأوكرانيين عن غيرهم. وليست المصيبة في هذه النقطة فقط، بل في التبريرات العنصرية للتعامل مع من يسمونهم ضيوف العرق الأبيض على سبيل الغمز بشعوب الشرق الأوسط. قناة بي ام اف الفرنسية وفي لقاء مع أحد ضيوفها قال صراحة إنه لا يمكن السكوت على الحرب الأوكرانية ويبقى الأوروبيون يتفرجون عليها وكأنها العراق أو أفغانستان، وكأنه يقول بعبارة أوضح: فلتذهب تلك البلدان إلى الجحيم، والمهم هو إنقاذ أوكرانيا.
وبطبيعة الحال هذا الخطاب العنصري غير المستغرب، لا يتنافى مع الدور الغربي قبل كل شيء في إشعال الحروب في الشرق الأوسط وقتل ملايين الأبرياء في سلسلة همجية حربية لم تروضها مفاهيم العولمة والحداثة المزعومة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في افتضاح النفاق الغربي ومعاييره الإنسانية المزدوجة على خلفية ما جرى من حرب وغزو روسي في أوكرانيا. هذا الغرب صاحب السجل المكتظ بالجرائم ضد الإنسانية في العراق وغير العراق. وأضيف طاولة الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا أيضا هنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي. دكتور مثنى سيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، ونبدأ مع دكتور مثنى في عمان. أهلا وسهلا حياكم دكتور. هذه الحرب الجارية الآن في أوكرانيا وهذا التعاطف الغربي الكبير مع أوكرانيا مع الشعب الأوكراني والتباكي على ما يجري من مآسي إنسانية هناك، هل تعتقد أنها كشفت النفاق الغربي ومعاييره المزدوجة وتعامله الفوقي أو المتعالي على شعوب أخرى، أم أن هذه الحرب أعادت تسليط الضوء على ما هو مفضوح أصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي ماجد وللأخ الدكتور رافع الفلاحي ولجميع الأخوة المشاهدين. لا جديد في هذا الموضوع إلا من حيث الحجم والسعة والانكشاف، وإلا هي فضحت شيئا موجودا من قبل، شواهده كثيرة ووقائعه أكثر، ولكن لم تتح الفرص الإعلامية الواسعة من أجل كشفه. كل ما يجري الآن من ممارسات عنصرية، من تصريحات، من تصرفات، من تفرقة بين اللاجئين، من توصيفات لهذه الحرب، من تعاطف مع أوكرانيا، كل هذا كان يجري في سنوات سابقة وفي عقود متقدمة جدا، بل لعل سياسة الاحتلال الاستعماري للبلاد العربية وبلاد العالم أجمع، العالم الفقير، العالم الثالث كما يسمونه، وهذه بذاتها تسمية عنصرية، كانت تقوم على هذا الأساس. من يراجع كتب التاريخ ويقرأ سير هذه الاحتلالات برتغالية كانت أو هولندية أو فرنسية أو بريطانية أو إسبانية أو روسية وما تبع ذلك، جميعها كان يتعامل مع سكان هذه المناطق بفوقية وينظر لهم نظرة أخرى، ويتعامل فقط بخصوصية مع الجاليات الدينية التي تتبع الديانة التي يتبعها هو فقط، والشواهد على ذلك كثيرة. بعد ذلك عندما حدثت الحروب الداخلية في أوروبا وخاصة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ظهرت نزعة عنصرية جديدة أيضا بين الشرق والغرب، النظر إلى الإنسان الغربي المثقف المتكامل الذكي البارع السوبرمان في مقابل الإنسان الشرقي، والإنسان الشرقي هذه المرة أوروبي، هو نفس الإنسان الشرقي الأوروبي الذي تباكون عليه الآن في أوكرانيا. فهذه سياسة متأصلة في خلفية الوجدان، في خلفية السياسة الغربية عموما وفي وجدان الشعوب حتى، لأنه الثقافة السائدة في هذه البلدان تصوير الدول الأخرى خارج المنظومة الأوروبية التي يعدونها منظومة متقدمة، والمنظومة الأمريكية الأخرى يعدونها متخلفة متأخرة، حتى في القرن الحادي والعشرين الذي تساوت فيه الأمم وانفتحت الأبواب على الجميع، بل أن من يسير كثيرا من وسائل الإعلام التي تعتمد هذه النظرة العنصرية ومن يديرها هم من أبناء هذه الشعوب المتخلفة في نظرهم غير الذكية. يعني من غير المتصور أنه في القرن الحادي والعشرين يمكن التفرقة بين ذكاء إنسان وإنسان بناء على الجنس. القصة ليست جديدة، ولكنها هذه المرة ظهرت فاقعة جدا، واضحة مكشوفة لا ستارة لها. سياسة الكيل بمكيالين انكشفت، والفضل طبعا يعود أولا إلى انتشار وسائل الإعلام، لأنها لأول مرة حرب أوروبية بهذه السعة وهذه القوة تجري في ظل القرية العالمية كما يقولون. نعم دكتور رافع الفلاحي، هذا الغرب ألا تعتقد أنه قد قزم نفسه وتضاءل عندما يبني تعاطف الإنساني تفهمه، يبكي على مآسي إنسانية استنادا إلى لون بشرة الناس الذين يتعرضون لمأساة
لون عيونهم كما تحدث الكثير من الصحفيين والإعلاميين الغربيين إلى شعرهم الأشقر، يقزم نفسه، يتضاءل كثيرا أمام الرأي العام الآخر، الرأي العام العالمي الآخر من غير العرق الأبيض أو الأشقر أو ذوي العيون الزرقاء أو الخضراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيفك الكريم الأخ الدكتور مثنى حارث الضاري. الحقيقة مثل ما قال الدكتور مثنى قبل قليل، قال إنها يعني ليست جديدة، لكن الآن ربما شكلها أوسع، انفضاحها أكثر. الحقيقة هذه ما حصل بين روسيا وأوكرانيا وما يحصل بين روسيا وأوكرانيا قد كشف شيئا يعني معروفا ومعلوما، لكن نحتاج إلى كشفه، يحتاج الإعلام إلى كشفه، تحتاج الصورة إلى أن تنكشف أمام من يحاولون أن يضللوا هذا الوجه القبيح، وجه القبيح للإعلام والسياسة الغربية والأمريكية تجاه شعوب الدنيا كلها. هذه سياسة الكيل بمكيالين، ازدواجية المعايير، هذه ليست جديدة. يعني ربما الحديث في علوم السياسة من عام 1912 وقبل ذلك كان الحديث عن هذه، هناك مبادئ تطبق على مجاميع معينة ونفس المبادئ لا تطبق على مجاميع أخرى، هنا تعتبر مسموح بها وشرعية وهناك تعتبر غير شرعية لا يجوز تطبيقها. فهذا الشيء المهم في كل هذه القضية، هم يتعاملون مع البشر الآخرين وفقا لخارطة هكذا ظهر الإعلام الغربي، الإعلام الأمريكي والسياسة ورموز السياسة في الغرب وفي أمريكا، ظهروا يتعاملون مع الناس وفق خارطة المكان والجنس واللون والديانة. فبالتالي هذه ليست جديدة. الغرب يفضح نفسه أكثر عندما يدعي مبادئ معينة ولا يطبقها، هنا المبادئ تسقط كلها عندما لا تطبق، تدعي أنك يعني تلتزم بمبادئ معينة وعند التطبيق لا تطبقها، تحاول تطبيقها بانتقائية ببرغماتية بكيل بمكيالين مثل ما يقال لهذا المكان أو لهذا المكان، لهذه المجموعة من الناس ولهذه المجموعة من الناس. ونحن يعني في العراق على الأقل، يعني ما دمنا يعني احنا من شعب العراق وعانينا من هذه القضية كثيرا، عانينا فيها منها خلال سنوات طويلة مضت من الاحتلال الذي فرض على العراق، بغض النظر عن شكل النظام، هذا يعني الحديث به ما عاد يعني مقبول، ليس دفاعا عن النظام وليس دفاعا عن شيء، لكن الحقيقة عندما فرض الحصار على العراق وما بعد باحتلال العراق وإلى حد الآن طبقت على العراق معايير مزدوجة كبيرة كيل بمكيالين، كانوا يدعون شيئا ويطبقون شيئا آخر، كل القيم التي دعا بها ميثاق الأمم المتحدة، كل المبادئ التي دعا بها، هذه كلها انتقائية وتطبق على شعوب ولا تطبق على شعوب. حتى في قضية الإرهاب هذا المفهوم الغريب المائع سنتحدث عنه دكتور. نعم نعم، لكن في بالمجمل العام بالشرح العام يعتبر هنا إرهابي، يعتبر هنا غير إرهابي، يعتبر هنا مقاوم وهنا غير مقاوم، هنا هذه كثير من الأمور الكثيرة التي أسقطت نظرية احترام الغرب وأمريكا لحقوق الإنسان والمبادئ والقيم، هذه كلها مجرد يعني عناوين معينة يتشدقون بها لتسويقها لدول وشعوب يعتبرونها، ولذلك قسموا العالم سابقا إلى عالم متقدم وعالم ثاني وثالث ويعتبرون شعوب هذه متخلفة ويطبقون عليها ما يريدونه من أحكام ولا يطبقونها على شعوبهم. لذلك شهدنا في هذه الفترة بين روسيا وأوكرانيا ما حدث، وربما مثال بسيط جدا ربما يعبر عن هذه القضية باختصار. أنا أقرأ يعني باختصار شديد، أنا أقرأ مثلا الأمم المتحدة، الأمين العام المتحدة يتباكى ويجمع في خلال أسبوع أكثر من مليار دولار لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين، صندوق النقد الدولي يهيئ 2 مليار، البنك الدولي يهيئ أكثر من 3 مليار، هذه المبالغ فضلا عن التبرعات لكل دولة، أنا أتحدث عن منظمات كبيرة هذه التي تدعي أنها يعني
وإضافة إلى الدول، لكن هذه بالمقارنة مع العراق. نعم. يعني لدينا وصل في 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 وقت من الأوقات أكثر من 6 ملايين نازح داخلي. نعم. يعني وطوال 19 سنة من الخراب والنزوح والهجرة لم تستطع هذه أو لم تحاول هذه المنظمات ومن ضمنها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن توفر أقل من 4 ملايين معينة وتعتبرها صدقات لهذه الملايين من النازحين والذين دمر بلدهم وخرب وهجروا. نحن هنا لا نتحدث عن إنسان، يعني لسنا ضد إنسانية، لسنا غير متعاطفين مع إنسانيين مع الشعوب عندما تتأذى عندما تصاب بالحروب والقتال، لأنه احنا مرينا بهذه الويلات ونعرف تأثيراتها، لكن في نفس الوقت نحن شهدنا كارثة على بلدنا. نعم. وهذه الكارثة بحجمها الكبير لم يتعاملوا معها بإنسانية وبأخلاق ومبادئ، هذه الحقيقة. سنتحدث عن هذه قضية العراق. دكتور مثنى، بدت النخبة الغربية سياسيين كتاب صحفيين مفكرين كأنها مصدومة أو مدهوشة من هذه الحرب التي تجري في أوروبا في أوكرانيا، وكأنه هذه النخب معتادة على أن تكون الحروب في أفريقيا وفي الشرق الأوسط ومناطق أخرى، أما في أوروبا لأنه المنطقة أو الشعوب بيضاء متحضرة متمدنة فهذا غير متخيل غير متصور. وهذا الحقيقة تحدث به صراحة حفيد ملكة بريطانيا، قال غير معقول أن هذه الحروب تجري في أوروبا، اعتدنا أن الحروب تكون في الشرق الأوسط في أفريقيا في بلدان العالم الثالث. يعني هذه محاولة الهروب إلى الأمام كما يقولون. نعم. لأن هذا فيه مغالطات بغض النظر عن النظرة الدونية والعنصرية فيه، وكأن الحروب هي قدر العراق وأفغانستان ودول العالم الثالث. لكن حفيد ملكة بريطانيا وغيرهم السياسيين الغربيين أو المفكرين والمثقفين والإعلاميين يتناسون عن عمد أن هذه ليست أول حرب أوروبية في القرن في القرون المتأخرة أو في السنوات الأخيرة العقود الأخيرة. شهدنا في أواخر القرن العشرين عدة حروب في أوروبا، يعني الحرب البوسنية، الحرب اليوغوسلافية، يعني الصرب ماذا فعلوا في أوروبا في وسط أوروبا وهي أقرب إلى العالم الغربي من أوكرانيا ومحسوبة عليهم أكثر مما هي محسوبة على الجانب الشرقي بسبب السياسات المعروفة اليوغوسلافية السابقة. الصرب أشعلوا حروبا عدة في وسط أوروبا، والعالم الغربي وقتها أظهر أنه يدعم المسلمين والأوكران والكروات وما إلى ذلك، ولكنه كان يحاول أن يخفف من صدمات هذه المعركة على منظومته الغربية، لذلك اضطر أخيرا إلى أنه يقوم بإجراء ما ضد صربيا. طيب هذه حرب أوروبية وحرب بشعة جدا جرى فيها من الجرائم أضعاف ما يجري الآن في الحرب الروسية الأوكرانية، ثم قبل ذلك بوتين نفسه الآن الذي يصفونه بالديكتاتور والجزار وغيره لما قاد حروبا في أوروبا أيضا ضد الشيشان وضد الداغستان وضد جورجيا وضد أوكرانيا سابقا في شبه جزيرة القرم، كل هذا لم يتحدثوا عنه بالصورة التي تحدثوا عنها الآن. لما؟ لأنه كان مسموحا له أن يشعل هذه الحروب في أوروبا، أوروبا هي أوروبا، والقرن العشرين لا يبتعد عن القرن الحادي والعشرين كثيرا، هي سنوات 20 سنة فقط، فلماذا تتغير المفاهيم والمصطلحات والتوصيفات الآن؟ لأنها دخلت في سياق صراع بين قطبين عالميين كبيرين، هناك سعي واضح جدا لروسيا لإعادة الهيمنة على الدول التي خرجت من تحت عباءة الاتحاد السوفيتي، محاولة لإعادة ترميم الاتحاد السوفيتي باسم روسيا ليكون قوة أخرى في مقابل الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية. هذا هو السبب الرئيس الذي يستدعي هذه الحملة الكبيرة التي تتطلب من الجميع إخراج كل ما لديهم من طاقات وقابليات لوصفها بأبشع الأوصاف، وهنا ظهرت الأوصاف العنصرية. فهي إذن الحروب موجودة في كل أنحاء العالم وحتى في أوروبا، ولكن لا يريد أن يسلط عليها الأضواء. ثم إذا نقلنا الصورة إلى قارات أخرى سنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قادت حروبا في قارة أمريكا اللاتينية، وقارة أمريكا اللاتينية لا تصنف كما تصنف دولنا في العالم الإسلامي، ماكو عقدة الدين، هذه دين الإسلام. طيب
عندما كان فوكوياما يصرح قبل عقدين من الزمان بصراع الحضارات والتصادم والحرب القادمة، هذا مفكر غربي من منظومة غربية في إدارة الصقور الأمريكية ينظر لحروب قادمة بين الأمم. إذن فكرة الحرب نابعة من عندهم أيضا. فإذن كل هذه القضايا تدل على أن موضوع الادعاء أنها حرب أوروبية ومفاجئة وما كانوا يتصورون هذا، لا، كل هذا حاصل. وما ستكشف عنه الأيام أيضا من فضائح وفضائح ستجرها هذه الحرب ومن ملفات أمنية كان متفقا عليها بين طرفي المنظومة الغربية الشرقي والغربي ستظهر. مثال واحد، رومانيا مثلا، رومانيا كانت هي القاعدة المتقدمة والأساسية للحرب الجاسوسية الغربية في العالم، كانت هي القاعدة الخلفية لكل سجناء الرأي من يوصفون بأنهم إرهابيين من عالم الإسلامي، كانوا يسجنون في عدة محطات في أوروبا من أهمها المحطة الرومانية. طيب هذا بلد أوروبي تمارس طبعا المخابرات دكتور، حتى طبعا المخابرات الأمريكية، بالضبط المخابرات الأمريكية هذه في أوروبا. إذن تمارس كل هذه الأمور المخالفة لأبسط مبادئ، لأيسر مبادئ حقوق الإنسان في أوروبا. والكلام اللي ذكره الدكتور رافع دليل عن حركة المجتمع الغربي بمؤسساته الدولية والإقليمية والقضائية والتعاطف، وصل الأمر حتى إلى الرياضة، تم تسييس الرياضة من رأسها إلى أخمص قدميها على عكس ما كانوا يقولون سابقا. نعم دكتور، ما دمت أنت قد أشرت في سياق حديثك عن أمريكا اللاتينية، حروب أمريكا إلى عقدة الدين، الحقيقة حتى في هذه الحرب كان الدين مستدعى استدعية، سواء على الجانب الروسي هناك أيضا البعد الديني أو الإضفاء القداسة على هذه الحرب، وأيضا الآخرون في الجانب الآخر يتحدثون عن بعد ديني أو بعد تقديسي لمن يقاتل الغزو الروسي. هنا الدين أيضا كان حاضرا، بينما كان الدين في مناطق وبقاع أخرى كان يطارد مطاردا. نعم، هنا هذا أبشع الاستغلال، لأنه استغلال للدين وتسييس له في أماكن أخرى، يستهدف إنسان لأنه مسلم مثلا فيدافع عن نفسه، لكن هنا لم يستهدف الأوكراني لأنه نصراني، لأنه المهاجم أيضا نصراني. طيب حتى الكنيسة مشتركة، الكنيسة الشرقية، ولكن استدعي الدين لأهداف أخرى. وأنا صراحة أؤمن بناء على معطيات لدي بأن هناك أيضا صراعا بين الأديان، وأقصد هنا بالأديان المذاهب المسيحية الكبرى بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية. لما؟ لأنه إذا رجعنا قليلا إلى الوراء إلى أواخر يعني القرن 18 و19، سنكتشف أن جزءا كبيرا من الصراع بين الاحتلال الروسي والاحتلال البريطاني والفرنسي في المنطقة العربية على سبيل المثال وفي إيران والمناطق التي حولها، هو في سبيل تحويل نصارى الشرق من كنيسة إلى كنيسة. فالآن أيضا يستوظف هذا، يستخدم هذا الموضوع ويوظف كأنه صراع بين كنيسة شرقية وغربية وإن لم يعلن، ولكن أحد المخاوف الغربية هو هذا، الهيمنة الكنيسة الشرقية على مواطني وسط أوروبا. نعم، حتى الآن هناك عملية تصادم بين الكنيسة الأوكرانية والكنيسة أيضا في موسكو الروسية، مع العلم الجذر أو المرجعية الدينية واحدة. نشكرك. نتوقف مشاهدينا الكرام في هذا الفاصل، وسنشاهد فيه بعض من الخطاب العنصري أو الفوقي لبعض النخبة الغربية من الإعلاميين، التي طبعا ظهرت في سياق حرب روسيا على أوكرانيا. وطبعا سأخذ تعليقين من الضيفين الكريمين على ما ورد في هذه الأحاديث التي سنشاهد طبعا جزءا منها الآن. أشعر بالأسف، إنه أمر مؤثر جدا، ربما لأنني أرى أوروبيين شقر وبأعينهم الزرقاء يقتلون يوميا بمن فيهم الأطفال بصواريخ وطائرات بوتين. Now the unthinkable has happened to them, and this is not a developing third world nation. This is Europe. Cultures, but this isn't a place, with all due respect, you know, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized, relatively European. La diferencia entre esos flujos de refugiados
que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de cientos de miles de refugiados. Porque estos sí son refugiados de guerra. Esos, mujeres, niños y ancianos, sí deben ser acogidos. أهلا بكم مشاهدي الكرام. دكتور رافع، هناك الحقيقة من حاول أن يدافع عن هذه المواقف أو التصريحات أو يبررها أنها الحقيقة في إطار خيانة التعبير، الهفوات اللفظية، وبالتالي هذه هؤلاء الذين تحدثوا صحفيين أو سياسيين أو نخبة لا يعكس سياقا غربيا من النفاق والمعايير المزدوجة والفوقية والتعالي على بقية الشعوب، حاول أن يبرر هكذا. لا، الحقيقة هذه ليست سقطة، يعني ليست مقتصرة على مجموعة ولا مجموعة أخرى، هذا جزء من ثقافتهم، جزء من محاولة تثقيف المجتمع لسنوات طويلة، لعقود طويلة، لقرون عديدة بهذا الاتجاه، اتجاه الفوقية، اتجاه النظرة وانظر ماذا ينظر، يعني الآن أي عملية تجري في أمريكا وفي الغرب مباشرة، يعني أي واحد يخرج إرهابي غربي ويقتل مجموعة من الناس مباشرة تخرج التصريحات على أنه يعاني من مرض نفسي، يعاني من كذا. إذا كان غير مسلم. نعم، إذا كان غير مسلم وإذا كان من أصحاب الشعر الأصفر والعيون الزرقاء مثل ما يتحدثون، ويعاني من مرض نفسي ودخل إلى المصحة وما أعرف منه والده كان كذا وكذا، ويبررون له ويدخلونه إلى مصحة نفسية وربما بعد أيام يخرج منها. لكن مباشرة إذا ما ألصقت التهمة بأي واحد من شعوب شرقية، من عربية، من إسلامية، الدين إسلامي، مباشرة إرهابي، له نوايا إرهابية، له كذا كذا، مهما كان قد تعرض إلى الضغط، مهما كان وضعه النفسي، مهما كان، هناك تمييز حقيقة، هناك انتهاك، يعني هذه ليست سقطة الحقيقة، لأنه هناك انتهاك للقانون الدولي الذي وضعوه في فقه القانون الدولي. هناك مقولة رئيسية وأساسية أن الكل أمام القانون يقفون سواسية على أرجلهم، هذه غير موجودة في القانون الدولي الآن الذي يدعون تطبيقه ويدعون احترامه ويدعون أنه أساس احترام الإنسانية والقيم الإنسانية والتفاهم بين الناس والمساواة بين الناس، هذه يطبقونها على مجموعة ولا يطبقونها على مجموعة. هذا الكلام جزء من هذه الحقيقة، جزء منها ما يتحدثون عن واضح، هناك تمييز، هناك رؤية عنصرية، هناك نظرة دونية لهذه الشعوب، لذلك يتحدث عن حضارة، هذا شعب متحضر. هذا المتخلف الذي يتحدث عن الحضارة بهذا الشكل هو هل يعرف أن أصول الحضارة بدأت في العراق؟ يعني كمثال عندما نقارن العراق 12,000 سنة في عمق الحضارة، هو من بنى الحضارة، هو من علم الإنسان بناء المدن، هو من علم الناس بناء القوانين، هو من أوجد العجلة، هو من أوجد الزراعة، هو كان مهد الحضارة. هذه الدول هي التي شعت بالحضارة، والحضارة الإسلامية فيما بعد طغت، دافعت عن كل العالم ونشرت الحقوق والواجبات وآخت بين الناس وساوت بينهم، وما فعله المسلمون الذين عبروا إلى إسبانيا 700 سنة من العدالة والرقي، هذا جزء من عدها، هذا كله ينكرونه. وحماية شعوب أقليات مضطهدة، وتعاملوا مع الشعوب كلها باحترام عالي، وكان لديهم المسيحي وكان لديهم اليهودي وكان لديهم كل الديانات، كل احترموها وكلها، وما يعني ولنا أسوة كبيرة في الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل إلى القدس وكيف عامل الناس وكيف لم يقبل الصلاة في كنيسة لكي لا، هذه كلها جزء من الرقي في النظرة، هذه كلها انعكست على ثقافة المسلمين وثقافة هذه الشعوب. لكن هم بالثقافة العنصرية، بالثقافة الفوقية، بثقافة هذه الجغرافيا التي تحدثت عنها، جغرافيا اللون، لون الشعر ولون العينين والديانة، هذه كلها يفرضوها وجزء من ثقافتهم. لذلك هذا الكلام ليس سقطة، هذا جزء من ثقافة يحاولون ضخها للمجتمع. نعم، هناك استثناءات، هناك في هذه المجتمعات يرفضون، جزء من الناس ترفض هذا، لكن العامة يقلدون هذا الشيء. دكتور مثنى، أسمع منك تعليق أيضا ويعني وأضمنها أيضا ما آخر كلام دكتور رافع، من أن أيضا هناك أناس الحقيقة رفضوا مثل هذا الكلام العنصري أو الفوقي أو المتعالي أو النظرة الدونية للشعوب الأخرى، وبالتالي قد يكون دقيقا إلى حد ما
أنه هذا ليس سياقا ثابتا في العقلية في الثقافة الغربية الذي تحدث به هؤلاء الصحفيون أو السياسيون؟ لا، ليس صحيحا. يعني ولا يمكن أن تبرر هذه الأقوال والأفعال منهم بأي تبرير، وكل من يحاول أن يقلل من أهميتها يحاول أن يغير الحقائق. لما؟ لأنها ليست قولا واحدا أو قولين أو ثلاثة، ما تم رصده بالعشرات فما بالك ما لم يرصد. القصة تحتاج إلى تحليل لخطاب غربي، تحليل الخطاب الغربي في هذه المعركة، ولو تفرغ بعضنا لهذا الأمر لاكتشف الكثير من ذلك. ثم مساحة هذه الأخطاء ليست، فلنفترض نقول أخطاء بين قوسين أو زلة لسان، ليست محصورة في مكان أو توجه معين. وجدناها في السويد، وجدناها في فرنسا، وجدناها في بريطانيا، وجدناها في أمريكا، وجدناها في النرويج، وجدناها في بولونيا، وجدناها في إسبانيا، إذن من كل أجزاء القارة الأوروبية فضلا عن أمريكا. ثم هؤلاء يتحدثون بكل وضوح وبصراحة وبشكل مباشر، لم ترد عبارة ممكن أن تحتمل وجهين، تحتمل التأويل. فهم يعبرون عن الخزين الموجود الذي رفع عنه الغطاء. أمر آخر، لاحظ أن الموضوع ليس فلتة لسان أو أخطاء غير مقصودة، أن جميع من، فلنفترض أيضا أنهم أخطأوا، لم يخطئ واحد منهم ويصف ما يجري من روسيا بالإرهاب. طيب إذا فلت لسانه في قضية من القضايا لون العيون ولون الشعر وغيره، لماذا لم يفلت لسانه ويقول إرهاب؟ إذن هناك خطاب معين سقط ما بعدم وصف ما يجري من روسيا بالإرهاب، مع أنه من أشد أنواع الإرهاب بغض النظر عن رأينا في هذه المعركة التي نعتقد بأنها تدور بين طرفين والنتيجة تخدم مصالح أطراف متعددة، ولكنها لن تعود بالضرر هذه المرة. لأول مرة لن تعود معركة في العالم بالضرر علينا كما يقول كثيرون. لا، الضرر واقع الآن على العالم الغربي، أما إذا نريد إحنا نحشر أنفسنا في هذا الموضوع هذا أمر آخر. فإذا أنا أقول بأنه ليست زل، والدليل على ذلك الأخير، لما استدعوا المتطوعين لم يستثنوا أحدا، ما استثنوا أصحاب العيون السود والسمر وما إلى ذلك، بالعكس هم يحتاجونهم الآن. طيب عندما تستدعي واحد أنت تقول عنه في الأصل بأنه من بيئة غير متحضرة غير ذكية غير كذا، ثم تستدعيه للقتال مع الأذكياء أصحاب الشعر الأشقر والعيون الزرق، إذا من باب أولى أنه لا تتكلم بهذه العنصرية. نعم. على ذكر هذه النقطة جيدة وصلتنا لها دكتور. دكتور، فجأة أصبح الغرب، العالم الغربي، القوى الغربية الحقيقة تمجد وتثني على الذين يقاتلون الغزو الفرنسي، حتى أن عسكريا أوكرانيا فجر نفسه على طريقة الإرهابيين في حشود عسكرية. الحقيقة لم يوصف هذا العمل بالانتحار أو الإرهاب، وإنما كان وصف في الإعلام الغربي بأنه بطولة ملهمة يحتذى بها، بينما نفس الفعل تماما عندما يجري في مناطق أخرى في بلدان أخرى أيضا ترزع تحت الاحتلال، تعرضت للاحتلال الأجنبي كما في العراق. هذا الفعل إذا جرى وصف بالإرهاب، أصحابه مطاردون، المدن التي يأتون منها دمرت سويت بالأرض. لماذا هنا بطولة وهنا إرهاب مطارد غير مقبول؟ أولا لأنه الذي يقوم بالفعل الحالي الآن ليس مسلما، والفعل الأول يقوم به مسلم، فموضوع الدين هذا ثابت أصل. لكن دعنا نتركه جانبا. أنا أقول لأن المقتول الآن روسي وليس أمريكيا وليس بريطانيا وليس أوكرانيا من القوات الأوكرانية التي ساندت القوات الأمريكية في غزو واحتلال العراق، وكانت من أكبر القوات في تلك الحرب، وكانت تحمل بعد أيضا ديني تبشيري. فإذا كان المقتول أمريكيا غربيا محتلا أو من جنود وأدوات الدول التي تستخدمها الاحتلالات للهيمنة على شعوبها في منطقتنا، يصبح حين ذاك هذا إرهاب وفعل بربري وغير مقبول. لكن عندما يكون المقتول روسيا هذه المرة يكون إرهابا. تصور لو أنه الآن معركة تحدث بين روسيا، يعني بوتين بعد أن تتم له الأمور في أوكرانيا يغزو بلدا آخر من بلدان آسيا الوسطى ويفوت على بلد من البلدان، قبل أيام شفنا، قبل أسابيع عندما سكت العالم الغربي تماما عما قام به بوتين في كازاخستان، ماذا فعل في كازاخستان بوتين؟
ألم يحدث يتدخل بقوات كبيرة جدا تحت ذريعة حماية النظام وبناء على اتفاقية أمنية وقبله في سوريا النظام. دكتور وقبله في سوريا أنا أتكلم نعم أنا أتكلم الآن خل العراق وسوريا وغيره رجع أتكلم نعم. في وسط الساحل الأوروبية من باب المحاججة يعني نعم. فطيب أنتم قبل شهرين سكتتم عما فعل في كازاخستان استباح الشعب الكازاخي وقضى على المعارضة والقتل في الشوارع ولم تتحدثوا عن هذا الموضوع الآن أصبح دكتاتور بوتين ومن يقتل الجندي الروسي بطل وشهيد وضحى بنفسه أما إذا جينا إلى ساحتنا فحدث ولا حرج أمريكا أعطت روسيا ضوء أخضر في سوريا وأحرقت الأخضر واليابس ولا نسمع إلا قلقا واحتجاجات شكلية هنا وهناك أما ما فعلته أمريكا نفسها في العراق فحدث ولا حرج والمجتمع الدولي ساكت مثل ما ذكر الدكتور رافع تبدأ المحكمة الدولية والمنظمات الدولية إحنا إلى الآن في العراق نريد نرفع قضية واحدة لدى المحكمة الجنايات الدولية ضد النظام السياسي القائم في العراق وضد جرائم أمريكا لا تسمح أمريكا بينها مباشرة خلال ساعات محكمة الجنايات الدولية تفتح ما تريد من ملفات لدعم ما يسمونها مقاومة الشعب الأوكراني مع ملاحظة الغزو الروسي وأي غزو في العالم نحن ضد أي غزو أي حالة غزو نحن لا نتحدث هنا عن الشعوب نحن نتألم كما يتألم غيرنا لكل حالة شعب يغزى بغض النظر عن الدين والجنس والعرق واللغة وما إلى ذلك ولكن نقول بأنه لماذا سياسة الكيل بمكيالين لماذا عندما تكون الأمور في داخل الساحة في داخل البيت في داخل الحديقة الأوروبية تصبح المكاييل والمعايير مختلفة هذا هو الغرب هذا هو الغرب منذ أن أنشأ ما يسمى بمنظومة القيم والمعايير والقانون الدولي والمجتمع الدولي يتعامل بهذه السياسة ولعل من أكثر الأمم لديها أدبيات بشأن هذا الموضوع هي الأمة المسلمة عودة يسيرة إلى أدبيات نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين عند كثير من المصلحين والمفكرين والوطنيين العرب والمسلمين ستجد كما كبيرا في الحديث يمكن أن يستدعى إلى زماننا وهو هو بنفس العبارة فقط رفع التواريخ نعم أشكرك دكتور رافع أيضا في نفس النقطة الحقيقة الدول الغربية فتحت مراكز لتطوع المقاتلين ووصفتهم بأن هؤلاء مقاتلون من أجل الديمقراطية من أجل الحرية من أجل الإنسانية وهناك هيئات كل وسائل لوجستية لنقلهم إلى أوكرانيا لمقاتلة الغزو الروسي الغاشم بينما هؤلاء المقاتلون عندما ذهبوا لمناطق أو بلدان أخرى تعرض للاحتلال كما ذكرنا كانوا إرهابيين مطاردين مدنهم سويت بالأرض قتل ومحاكمات يعني لا نظير لها مع العلم أن القواسم المشتركة بين هذه البلدان العراق مثلا يعني قواسمه المشتركة مع محيط العربي أكثر مما موجود بين الأوكراني والكندي الأوكراني والبريطاني فهذه أيضا نقطة لافتة مراكز لتجنيد هؤلاء هذه جزء من التأكيد على هذه النظرة الفوقية النظرة الكيل بمكيالين السياسة المبادئ التي تطبق هنا ولا تطبق هنا تطبق على هذه المجموعة ولا تطبق على هذه المجموعة هنا شرعية وهنا غير شرعية هذه جزء من عدها هذا جزء من هذه التكوينة التي يريدون أن يعممونها ويعاملوننا بها حقيقة هذا واقع الحال هل سيقال يعني دكتور عن هؤلاء الذين سيذهبون إلى أوكرانيا أن هؤلاء خطرين مسلحين اكتسبوا تجربة وعندما يعودون إلى بلدانهم سيهددون البلدان والأمن وما إلى ذلك لا هذه هي عندما ذهبوا إلى أفغانستان قالوا عنهم كذا عندما يذهبون إلى العراق يقولون عنهم كذا رغم الروابط اللي تحدثت عنها روابط دينية وعرقية ونسب ومصالح مشتركة و أمن واحد ومخاوف محدة هذه كلها رغم هذا لا يعيرونها انتهاء أي انتباه أنت تأخذ كل تصريحاتهم يعني خذ تصريحات كونداليزا رايس هذه التي كانت وزيرة خارجية أمريكا وكانت في بداية الاحتلال الأمريكي للعراق كانت مستشارة الأمن القومي وهكذا كانت تتحدث تقول عن بوتين عندما دخل إلى أوكرانيا هذا احتلال بشع طيب وماذا عن العراق؟ يعني احنا بالمقارنة نرجع إلى العراق أنا يعني أحبذ العودة إلى العراق لأن النموذج العراقي ما زال قائما وقائما بشدة وما يحصل في العراق كارثة كبيرة منذ 19 سنة وهذه الكارثة حاضرة بكل تفاصيلها لكن لا أحد يريدون أن يلغوها يريدون أن يبعدوها إلى الظلمة
وماذا عن العراق؟ ماذا فعلتموه أنتم؟ يعني عندما جاءت هذه الجيوش وعبرت الأطلسي مئات الآلاف من الجنود والمعدات والطائرات والقصف والقتل والدم والدمار، ماذا تسمونها؟ ليس احتلالا بشعا؟ عندما جئتم بكل هؤلاء الذين تسلطوا على العراق وحكموا العراق بهذه الطريقة وجعلتم إيران تتغول على العراق بهذه الطريقة وتستنزفه، ماذا تسمون هذا؟ كوندليزا قبلها أولبرايت عندما قالوا لها أنه هذا الحصار على العراق قد يعني أوضع ترك بمليون طفل عراقي، نعم. هل يستحق؟ هل يستحق؟ قالت نعم، نعم. يستحقون. طيب الآن كل الدنيا تتباكى على، وأعود مرة أخرى أقول أنه إحنا مع الشعوب مثل ما قال الدكتور مثنى، نحن لسنا مع أي غزو، لسنا ضد الشعوب، هذه حقيقة. يعني نتعاطف معهم إنسانيا وأخلاقيا ودينيا، وكل هذا نتعاطف معه، ديننا يأمرنا هذا، أخلاقيتنا إنسانيتنا تأمرنا بهذا، مأساتنا وكارثتنا تأمرنا بهذا، تسامحنا وأخلاقنا وتربيتنا وثقافتنا تأمرنا بهذا حقيقة. لكن في نفس الوقت عندما ننظر أنه كيف يتعاطفون مع أطفال أوكرانيا، وانظر الصور التي تعرضها وكالات الأنباء والقنوات الفضائية عن الأطفال، مجموعة الأطفال، ماذا تتحدثون؟ لدينا أكثر من 5 ملايين طفل شردوا في العراق، يعني لدينا أكثر من مليون طفل في الشوارع أيتام، 3 ملايين يتيم قتلوا أباءهم في هذه الحروب التي شنيتموها علينا، دمرتوا العراق. هذه الأسلحة، أسلحة الدمار، أحدهم الآن سمعناه يتحدث أنه صواريخ الكروز هذه يعني تطلق، مو ما يصير على دولة أوروبية، هذه تطلق بالعراق بأفغانستان، نعم. ما هذه الصواريخ كانت تحمل سموما وكانت وتركت أمراض سرطانية في أطفال العراق ونساء وأطفاله وشعبه وكله، وفي أفغانستان نفس الشيء. وين الإنسانية؟ وين الأخلاق؟ وين القيم؟ وين المبادئ؟ وين قانون؟ وين القوانين التي تتحدث؟ وين ميثاق الأمم المتحدة التي تتحدثون عنه؟ الحقيقة هذه الحرب التي بين روسيا وأوكرانيا مو كشفت، لكنها يعني عرت ما هو يحاولون يعني تغطيته، كشفته بشكل واضح، وكشفت صورهم، كشفت نفاقهم، كشفت هذا الوجه البشع للسياسة والأخلاق الغربية والأمريكية بكل في هذه النقطة نفسها أيضا. نعم. دكتور مثنى كتب الحقيقة، كتب في موقع الميدل إيست آي البريطاني أنه أمريكا تحاول الظهور بمظهر أخلاقي، وتحاول أن تظهر أنها متطهرة في أوكرانيا عبر هذا التعاطف الكبير مع الشعب الأوكراني ودعمه بوجه الغزو الأمريكي، في محاولة منها للتطهر أو تكفير الذنب بعد الكارثة الكبيرة التي صنعتها في العراق عام 2003. الرأي العام العالمي الإنساني من غير الغربي سيعطي صك براءة لأمريكا لأنها تعاطفت مع أوكرانيا وتدعم الشعب الأوكراني، وسيغفر لها ما أحدثت من كارثة ومأساة في العراق؟ لا أتفق مع هذا، لأنه أمريكا ليس في واردها التكفير عما جاء في العراق، ما تفعله في أوكرانيا ليس من باب التكفير، وإلا هي لا تحتاج إلى تكفير، هي إلى الآن تحملنا منة ضربها للصرب. كلما تحدثت مع غربي أو قرأت لغربي يتناول الموضوع التفرقة ونحن منفرق، أنه إحنا قاتلنا الصرب وهم مسيحيون من أجل عيون المسلمين، لاحظ، من أجل عيون المسلمين، مثل ما بعض الناس الآن يقولون قاتلنا الإرهاب في العراق من أجل عيون السنة، يكذبون هنا وهناك. فأمريكا ليست في وارد إيجاد أعذار أو غيره أو التطهر، وإنما هي تحس بمشكلة كبيرة جدا، هي الآن في أزمة، لم تستطع أن تقدم لأوكرانيا ما كانت تنتظره أوكرانيا، ما كان ينتظره العالم الغربي منها، ما كانت تعد به أوكرانيا، تركت أوكرانيا فريسة للدب كما يقولون الروسي. وهذا يكشف، يفضح أمريكا، ننظر للموضوع بغض النظر عن الزوايا الأخرى، ننظر له من هذا المنظار، بل أنا أنظر من منظار آخر، أن أمريكا محرجة جدا في حرب أوكرانيا. لما؟ كل الحديث الجاري الآن عما يفعله الروس هي جريمة، ما يفعله الروس جرائم، يعني الروس يغزون الآن بلد بغض النظر عن الدوافع والأهداف، وهذا البلد خطورته أيضا، لأنه قاعدة غربية متقدمة، قاعدة صهيونية، قاعدة يهودية متقدمة، داعم الكيان الصهيوني، بلد قاتل وغزا بلدان أخرى كما غزا العراق، فالأمر بينهم. ولكن أمريكا محرجة من طريقة الغزو الروسي، لاحظ، نشاهد صور على تويتر أحدهم ينشر
حملات التعاطف للأسف الموجودة العربية بدون عقل واعي، لا بأس التعاطف العام الشعوري، أما أنه نبدأ ندخل في إطار الآلة الإعلامية الغربية لا. يقول لاحظوا هذه الصور لمباني أوكرانية قبل الغزو وصور بعد الغزو، شنو الفرق بين الصورتين؟ أنه هاي صورة حية فيها ناس والبناء سليم، والصورة الثانية البناء سليم أيضا ولكن الصورة فيها حجارة، فيها زجاج مكسور، فيها أجواء مغبرة، فيها ظلام. بينما إذا قارنا بالصور في العراق، الصورة الأولى ستكون بناية موجودة، الصورة الثانية ستكون أرض فقط، البناية مسواة بالأرض. أنا أعتقد بأنه أو كلنا نلاحظ طريقة الغزو الروسي تحرج الأمريكان. لما؟ لأن قواعد الاشتباك الروسية الآن غير قواعد الاشتباك الأمريكية. الروس يتقدمون بطريقة ما للمحافظة على بنية هذه الدولة، رغم أنها عدو يعدونها عدواً، لكن لا يريد أن يهدموا هذه البلد كما يقولون حجر على حجر. لما؟ لأنه يريدون بلد تابع بعد مدة، يريدون هذا البلد أن يكون معهم، لا يريدون أن يعني يستجرون عداء غربي كبير بتدمير البلد. وإلا قادرة روسيا على حسم المعركة بالأيام الأولى من خلال اتباع سياسة الأرض المحروقة، وفارق القوة بين أوكرانيا وروسيا معروف، أو باتباع قواعد الاشتباك الأمريكية في العراق التي تقتل الأخضر واليابس، تقتل مجرد النية أن شخص يشكون في أنه رجل أو امرأة يحمل سلاحا أو يحمل فأسا أو يحمل عصا أو أنه يعني مقاتل أو غير مقاتل. هذا ما جربناه في العراق، يقتل مباشرة، وقواعد الاشتباك للجنود الأمريكان تطلب منهم الرمي بكثافة قبل التحقق. نعم. ليش؟ لأنه حماية الجندي الأمريكي عنده مقدمة. نعم. على التحقق من الأرواح. بينما الروس ماذا يفعلون الآن؟ يقتنصون الأهداف، يتحركون بهدوء، يقصفون هنا وهناك، يحاولون إحاطة مدن وغيرها. فهي حرب غير خشنة بالمفهوم المعروف للحروب الخشنة، ليست حربا تدميرية كاملة. طيب الآن أوكرانيا فيها كهرباء وفيها ماء وفيها غاز للتدفئة وفيها وسائل إعلام وفيها رئيس إدارة للإعلام ويصلها صحفيون ويصلها متطوعون، والجيش الروسي في أراضيها. طيب الوقود الذي ينتقل إلى أوروبا، الغاز الأوروبي الروسي الذي يذهب إلى أوروبا أنابيبه من أين تمر؟ مو تحت الأرض الأوكرانية. إلى الآن الغاز الروسي يتدفق إلى العالم الغربي وتستفيد منه أوكرانيا لإدامة الحياة في أوكرانيا ومقاتلة روسيا. هل هذا معقول في قوانين الحروب وما يجري؟ إذن هي حرب أوروبية بمواصفات خاصة تكاد تكون مستغربة عند الكثيرين، تبع للسياسة الغربية في التفرقة بين الأجناس والأديان والعناصر. أشكرك دكتور رافع. هل يمكن التعويل على حالة من الإنسانية بعد الذي جرى في أوكرانيا وحالة التعاطف الكبرى، أنه قد يكون هذا الغرب قد صحى ضميره، استدعى إنسانيته، قد يكون قد أخطأ في مراحل سابقة؟ يمكن التعويل على هذا الموقف الإنساني باعتبار أنه ما بعد أوكرانيا إنسانيا غربيا إنسانيا يمكن أن يكون مختلفا عما جرى قبل أوكرانيا؟ لا أبدا، لا لا أبدا، بالعكس هذا تأكيد على بشاعة هذا الغرب، بشاعة سياسته، بشاعة نظرته، أنيابه وأظافره الحادة اللي يغرسها في أجسادنا. هذا واقع الحال، هذه جزء يعني فعلا هي هناك حرب بين روسيا وأوكرانيا، ومثل ما قال الدكتور، وبالتالي أنت تفكر هذه الحرب هي فعلا بين روسيا وأوكرانيا أم هي من أجل نظام دولي جديد الغرب وأمريكا والعالم الآخر، جزء من ترتيبات دولية وجزء من حرب لنظام دولي جديد، تأسيس نظام دولي جديد، روسيا تسعى إلى أهداف وأمريكا تسعى إلى أهداف وهكذا، وإحراج لهذا الطرف وهذا الطرف. دقيقتين بس، أنا بس إذا أسمح لي هذه النقطة. هناك من يتحدث أن الحقيقة هذه الحرب بين القوى الغربية الموجودة الآن في أوروبا الحقيقة فيها فائدة، بغض النظر عن قضية أن الناس فيها فائدة، أن هذه القوى الغربية بدأ بعضها يفضح بعضا في جرائم ارتكبها كل منهما في مناطق مختلفة. والله ربما هذه هم يكتشفون هذه القضية، لكن على الأقل في بلداننا، هذه بلداننا العربية في الشرق عموما، يعني ليسكت من يحاول أن ينظر ويحاول أن يتفلسف بالثقافة الغربية، بالنظرة الغربية الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاهنا. هذه كذبة كبيرة، من يسوق للاحتلال على أنه تحرير، من يسوق إلى المحتل على أنه صديق وجاء ليبني، هؤلاء كلها أدوات للتدمير والتخريب والقتل. وهذه الحرب
لم تفضحهم، هم موضوحين، لكن أكدت ما هو مفضوح الحقيقة، أكدت هذه الصورة البشعة، هذا الوجه القبيح لهذا الغرب وأمريكا في التعاطي مع هذه الدول، وليست صحوة إنسانية أبداً، هذه تأكيد على بشاعتهم. أشكرك. إلى نظرتهم اللا إنسانية لكل الشعوب. شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة من طاولة حوار لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها، وهم كل من الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. كما أشكر أيضا الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وكان معنا هنا في الاستوديو. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم، في أمان الله.